احنا النهارده عندنا حلقه خاصه جدا، حلقه على شرف السنه الجديده 2022. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. السؤال بقى، هو احنا داخلين سنه جديده ولا السنه الجديده هي اللي داخله علينا؟ بمعنى ادق، هل احنا مستعدين لدخول سنه 22 ولا هنستناها لما تهل علينا وتفاجئنا؟ ما هو احنا لازم نبقى مستعدين برضو، يعني لانه الحقيقه السنتين اللي فاتوا هم اللي دخلوا على العالم كله مش العالم اللي دخلهم. انا شخصيا بعتبر السنتين اللي فاتوا على بعض كده سنه واحده طويله اسمها سنه كورونا واخواتها دلتا بقى واوميكرون وغيرهم. اكيد لا نتمنى على الاطلاق ابدا انه سنه 22 تنضم للسنه الطويله الثقيله اللي فاتت. طيب احنا نستعد لسنه جديده يا انجي دي ازاي؟ هو حد عارف احنا يعني الدنيا مخبيه لنا ايه؟ في ايدينا ان احنا نستعد كويس. نستعد نفسيا اولا، مش بالتشاؤم، مش بتوقع الأسوأ، لا بالتفاؤل وتوقع الاحسن. اصل التشاؤم هيفيد في ايه؟ كده كده مفيش حاجه هتتغير، اصل المكتوب مكتوب. كل اللي بيعمله التشاؤم والتوقعات السيئه انها بتفسد علينا اللحظه اللي احنا عايشينها. فأحسن بقى أن احنا نعيش اللحظة دي بتفاؤل. التفاؤل التفاؤل ده أفضل استعداد للسنة الجديدة. ومبدئيا كده أنا متفائلة بالسنة الجديدة 2022، كده شكلها حلو كده ومتناسق، كلها اتنينات كده. حتى أنا كمان مستنية بفارغ الصبر يوم 2/2/2022. وبعدين لما أفكر في سنة جديدة لسه ما بدأتش، بنشوفها كده عاملة زي صفحة البيضة ما فيهاش خط واحد، كده الدنيا فاضيه صفحه بيضاء. ودي فرصه بقى ان احنا نرسم في الصفحه البيضاء دي اللي احنا عايزينه، نرسم اللي احنا بنتمناه، اللي احنا بنحلم بيه. لانه الانسان لو ما حلمش هيبقى من غير هدف، وطالما ما فيش هدف يبقى ما فيش حاجه ممكن يوصل لها. يعني كان بيقول لك ايه، اذا كنت لا تعرف الميناء الذي تتجه اليه سفينه حياتك فكل الرياح سواء. يبقى خلينا بقى نستعد ويبقى لنا هدف بالتفاؤل بالأمل بالحلم بالأمنيات الطيبة لكل اللي بنحبهم وبيحبونا. عشان كده النهاردة احنا محتاجين جرعة تفاؤل. بصراحة مش مستعدة أسمع أي حاجة مش متفائلة. النهاردة حلقتنا كلها نوع من الترحيب بالسنة الجديدة. والحقيقة دايما لما بتهل علينا سنة جديدة وفي اللحظة الفاصلة بين سنة قديمة وسنة جديدة، دايما بسأل نفسي سؤال، في هذه اللحظة الفاصلة في الثانية دي اللي بتفصل ما بين سنة وسنة، هل السنة اللي فاتت بتكلم السنة اللي جاية أو السنة اللي رايحة بتكلم السنة اللي بعدها؟ هل تتحاور السنين؟ طيب لو السنين تحاورت، يا ترى 2021 هتقول ل 2022 ايه علينا؟ هل هتوصيها علينا ولا هتقول لها ايه بالظبط؟ طيب جزء من الترحيب بالسنه دي، وزي كل سنه دايما بنفكر في توقعات الابراج. وتوقعات الابراج مش هدفها ان احنا نعرف المستقبل ولا نكشف المستخبي، الحكايه كلها عباره عن بريك جميل كده بناخد فيه نفسنا من احداث السنه، ونتفائل شويه ونفرح كده ان احنا مقبلين على عام جديد ان شاء الله يكون عام سعيد علينا كلنا في مصر وفي وطننا العربي.